صباح الخير وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري أكد رئيس التيار الوطني الحر أن أب جبران باسيل لا أحد يمكنه أن ينهي الحياة السياسية لأي شخص خصوصا في بلد مثل لبنان لافتا إلى أن العقوبات الأمريكية التي فرضت عليه جاءت بعد العديد من المطالبات الأمريكية بفك التفاهم مع حزب الله وقال باسيل خلال مقابلة مع الإعلامية غادي فرانسيس قمنا بالتفاهم مع حزب الله من اجل لبنان وحمايه لبنان مشيرا الى ان سياسه الولايات المتحده الامريكيه تدفعنا نحو التوجه شرقا في حين اننا نحتاج ان يكون لبنان جسر عبور بين الشرق والغرب كما نسعى لاقامه علاقات جيده مع امريكا وعلى الصعيد الاقتصادي كشف باسيل ان الاستراتيجيه التي توقف الانهيار الاقتصادي واضحه من خلال اعتماد خطه من سبع خطوات واعتماد نظام اقتصادي منتج جديد بعد الحادث الذي وقع امس امام مسجد السلطان ابراهيم بن ادهم في جبيل غرد النائب سيمون ابي رميه قائلا بكل بساطه ومنعا للتجاذب الرخيص ما حصل امام المسجد في جبيل هو حادث فردي لا علاقه له بخلفيات طائفيه، المطلوب عدم اعطاء الحادث حجما اكبر من حجمه. الاجهزه الامنيه والقضائيه تقوم بدورها الطبيعي والتحقيق واضاف جبيل بمدينتها وقضائها معقل العيش الواحد. افادت معلومات عن اندلاع حريق كبير في خط البترول في منطقه العبد في عكار، نتابع المشاهد الاوليه منها. بترول بالعبد ولع ولع عليك، لك دورتنا عليك صار عشر 10 دقائق ولعون لك ما في ما في ولا حدا من عنصر الدوله هون ولا عنصر بالدوله كله أطفئيه ما فيه يا ويلي على لبنان نضيف ان اداره منشات النفط استعلمت عن الموضوع وتم ارسال ورش لاخماد النيران واصلاح الاعطال في المكان في الوقت الذي تتابع التحقيقات تفاصيل الحادث المرجح ان يكون عمل تخريبي. وفي الشان الصحي اعلن مدير مستشفى الحريري الحكومي ان لبنان سيسجل هذا الاسبوع اعلى معدل للوفيات الناجم عن فيروس كورونا منذ تفشيه وقال في تغريدات مع دخول لبنان في اقفال عام للمره الثانيه فان تسجيل 21 حاله وفاه يوم امس رفع اجمالي عدد حالات وفيات الكورونا في الايام الخمسه الماضيه الى 73 وسيسجل لبنان هذا الاسبوع اعلى معدل وفيات اسبوعي ناتج عن الكورونا منذ بدايه الجائحه. واضاف خلال الايام الماضيه لم تتمكن مستشفى رفيق الحريري الجامعي من قبول نقل اي مريض كورونا من المستشفيات الاخرى بسبب امتلاء الاسر ختام الموجز عوده لمتابعه برنامج يوم جديد